شيخنا نريد شيخ هيثم يريد يتكلم عن الشيخ عمار صح؟ الشيخ عمار بن مختار بن ناصر الأخضري. ما شاء الله والله. تعرفوا شيخ عمار؟ أعرفه. له كتاب في الفرائض صح. على مذهب الإمام مالك رحمه الله. عجيب. نعم. أنا عندي كتاب له ليس بذلك صغير. هذا كتابه الصغير. وذاك مالك. نعم. أذكر الشيخ أنت وقت توفي الشيخ عمار رحمه الله. ذكرت لي أنه كتب في آخر الكتاب. كتبه عمار بن مختار بن ناصر الأخضري الجزائري مولدا الزيتوني تعليما ما شاء الله المدني مستقرا ما شاء الله ومدفنا إن شاء الله تعالى. سبحان الله لا إله إلا سبحان الله دفن وقع هذا سبحان الله لا إله إلا تفاؤل طيب جزاه الله خير الحمد لله الله الله عمار أذكر إنه أظن كان دار الحديث. دار الحديث نعم. وكان في حدة شوية. نعم في. نعم. كانت في حدة شوية. نعم. ولكن كان فيما أعلم إنه كان رجل مستقيم وطيب جزاه الله خير الحمد لله. شارك يا شيخ في إخراج فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ما شاء الله. القاسم. ما شاء الله جزاه الله خير. الله الجميع. الله يرحمه. نعم. الله ما شاء الله عليه. الحمد لله رب العالمين.